كثرت في هذه الأزمان الفتاوى الشاذة أو الفتاوى التي تعارض النصوص الشرعية، وكذلك كثرت الفتاوى التي لا دليل عليها. ولذا فلتعلم أن الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر ذلك ابن القيم عنه فيما نقله عن أبي عبد الله بن بطة في كتابه في الخلع أنه قال: لا يفتي إلا من توفرت فيه خمس صفات، فلا يجوز لأحد أن يقحم نفسه في الفتيا إذا لم تتوفر فيه هذه الخمس، ولا يجوز لك أنت عبد الله أن تستفتي أي أحد، بل يجب عليك أن تتحرى من تستفتيه. قال الإمام أحمد: أن تكون له نية، فمن لا نية له فلا نور عليه ولا في كلامه نور. قال ابن القيم رحمه الله: لأن النية هي أساس وأصل العمل، والعمل تابع لها، فإذا صلحت النية صلح العمل، وإذا فسدت النية فسد العمل. قال ابن القيم رحمه الله: قال: فهناك من يفتي من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، ومن أجل أن يظهر شرع الله، ومن أجل أن يطاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك من يفتي من أجل أن يشار إليه، وأن تبقى له وجاهة، وأن يكون له قدر. قال: وفتواه تلك لا يعبأ بها سواء كانت موافقة للشرع أم كانت مخالفة له. قال: وكم من مفتي يفتي في المسألة وآخر يفتي فيها، وما بينهما من الفضل والثواب والقدر كما بين السماء والأرض. قال رحمه الله: لكن جرت سنة الله جل وعلا أن المخلص يلبسه الله لباس الهيبة والاحترام والتقدير ومحبة الناس والإقبال عليه بقدر نيته، وأن الذي يلبس لباس الزور والعلم وليس من أهله، أن الله جل وعلا يلبسه المهانة لأنه اقتحم شرع الله جل وعلا. ثانياً، من الخصال التي يجب توفرها في المفتي أن يكون مع علمه حلم ووقار وسكينة. قال ابن القيم رحمه الله: فالحلم يحتاجه المفتي ويحتاجه العالم، فبداية الأمور لا تتحكم فيه، وإنما يتحكم فيها فهو يتثبت ويرفق ويتأمل، لأنه يحسب للأمور التي ستقع، يحسب لها حسابها. ثم قال رحمه الله: وأما السكينة، السكينة هي طمأنينة القلب، طمأنينة القلب والسكون، وهي في القلب وتظهر على الجوارح. قال رحمه الله: هذه السكينة تجعل العبد مصدقا لما يخبر الله، تجعله مطبقا لأمر الله، تجعله مجتنبا لنهي الله عز وجل. قال: فخلاصة القول أن المفتي بحاجة مع العلم إلى أن يكون ذا سكينة. كيف؟
قال ابن القيم رحمه الله: ومحتاج إلى ذلك في كل زمن أن تنزل عليه السكينة. لما؟ قال: فلا يستخف بآراء العابثين بشرع الله، ولا يقلقه ما يقوله الجهال والمخالفون لشرع الله، فتراه يتثبت وإذا به يصبر من أجل أن يبلغ شرع الله عز وجل. ثالثا من الصفات التي يجب أن تتوفر في من يفتي الناس، قال الإمام أحمد رحمه الله: أن يكون قويا فيما هو فيه، متمكنا منه، عالما به. قال ابن القيم رحمه الله: لأنه إن كان قليل البضاعة في العلم لم يقدم في أمر يجب أن يقدم عليه، لأنه قليل البضاعة في العلم، فتراه يقدم في مقام ليس بإقدام، ويحجم في مواطن يتعين عليه أن يتكلم فيها وليست موضع إحجام. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله، وذكر ذلك ابن القيم رحمه الله عنه في إعلام الموقعين، لما سئل: متى يفتي العالم؟ قال: إذا كان يعني في ضابط قوة العلم، متى يكون قويا في العلم؟ قال: إذا كان عالما بوجوه القرآن وبالأسانيد الصحيحة من الأحاديث وبآثار السلف، وأن يكون عالما بأقوال من سبقه، وإلا فلا يفتي. قال الإمام أحمد رحمه الله: قال: وإلا فلا يفتي. حتى أنت لا يجوز لك أن تبلغ شخصا، أن يستفتي شخصا آخر ليس بأهل، أو أنت لم تتأكد من ذلك. قال: وكان الإمام أحمد رحمه الله من أعظم الناس تنفيرا للناس من أن يسأل أصحاب الرأي، يعني ما عندهم إلا آراء، ما عندهم نصوص، بل ربما يأتون إلى هذه النصوص بآرائهم دون أن يربطوا ذلك بآثار السلف وبفهم السلف رحمهم الله. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: قال: رؤيا ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، وكان عالما، رؤيا وهو يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ظهر أمر عظيم في الإسلام، استفتي من لا علم عنده، وإن بعض من يفتي، يقول: وإن بعض من يفتي لهو أحق بالسجن من السراق. قال ابن القيم معلقا ناقل عن بعض العلماء، قال بعض العلماء معلقا على كلام ربيعة: كيف لو رأى في هذا الزمن، هذا في زمنهم قلت وهذا في زمنهم، الله المستعان، كيف لو رأوا هذا الزمن؟ قال رحمه الله، قال بعض العلماء: قال: كيف لو رأى ربيعة من في هذا الزمن يمدون باعا قصيرة في فتواهم، ويقتحمون شرع الله عز وجل بتلك الفتاوى التي مبناها الرأي والاستحسان والعقليات. قال: وهؤلاء لو نظرت إلى حالهم، قال: فإنهم بين أهل العلم، قال: فإنه بين أهل العلم من يفتي برأيه منكر أو غريب، وهو بعلم السنة والآثار ليس له نصيب، وإنما غره ماذا؟ غره اجتماع الجهال عنده. ولذلك ماذا قال رحمه الله؟ قال: غر هؤلاء اجتماع الجهال عندهم. قال: فإن من له علم، قال: من له علم، بعض الناس ممن له رأي وليس عنده علم يريد أن يماثل هذا العالم الفاضل، ويرى الجهال
لعظم جهلهم أنه يماثل هذا الشخص وأنه يساجله. قال: ولا سيما، قال رحمه الله، قال ولا سيما، لأنه يرى نفسه، هذا المتعالم يرى نفسه أنه مع هذا العالم كفرسي رهان. قال: ولا سيما إذا هدر باللسان وخلا له الميدان الطويل من الفرسان واجتمع عنده الناس. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: فمن كانت هذه الحالة حالته فإنه لا يجوز أن يصدر، لأن هؤلاء قال رحمه الله إنما يصدرون بالشكل لا بالفضل وبالمناصب لا بالأهلية. قال: وامثال هؤلاء فإنه لا يجوز أن تقبل منهم كتيا ولا دروس ولا علم. قال رحمه الله: وهذا حكم دين الله عز وجل فيهم، وإن رغمت أنوف من أناس فلا أرغم الله أنوفا سواها. يعني يقول هذا هو حكم الله عز وجل. رابعا من صفات المفتي أن تكون له كفاية، وإلا ما ضغه الناس، تكون له كفاية من المال حتى يستعين بهذا المال بإذن الله على أن ينشر العلم. قال: فإنه إن احتاج إلى الناس وبقدر ما يأخذ منهم بقدر ما يمضغون عرضه وعلمه. قال: فإن احتاج إلى الناس، قال فإن احتاج إلى الناس رأى أن علمه يموت وهو ينظر إليه. انتبه، قال الكفاية وليس المقصود الانغراق في الدنيا، لأن هذا لا يمكن أن يحصل مع طلب العلم. فما ظنك، حتى ندخل إلى الباب الذي أريده، فلا يعني أن يكتسب المال عن طريق الدين بحجة، يكتسب المال عن طريق الدين بحجة هذا القول، لا، قال الكفاية من المال وإلا مضغه الناس. الأمر الخامس الذي يجب أن يتوفر في المفتي الذي يفتي الناس أن يكون له معرفة بالناس، يعرف أحوال الناس، وأن يكون له فقه في خداع ومكر الناس. وهذا كما قال ابن القيم يختلف من زمان إلى زمان. قال: فإنه إن لم يكن فقيها بمكر وخداع الناس، ما الذي جرى؟ قال: كان ما يفسد أكثر مما يصلح. لما؟ قال: لأن الزنديق يظهر له نفسه بصفة المؤمن، والمبتدع يظهر نفسه له بصفة السني، والمخادع الذي لبس ثوب الزور يلبس لباس الخير والصلح. فإن لم يكن عالماً بمعرفة الناس وبأحوالهم وبما هم عليه، ويكون له فقه ودراية في خداعهم، وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وأختم بكلام ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف، إذ قال: قال العلم مصباح للمؤمن، قال فمن مشى في طريق ليس به مصباح فيوشك أن يقع في بئر بوار، يعني مهلك فيهلك. ثم قال، يعني هذه نصيحة مني لك ألا تستفتي أي أحد، كما قال ابن سيرين في مقدمة صحيح مسلم: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولذلك قال ابن سيرين، قال رحمه الله: إن أناساً عكفوا على الصلاة والصيام في المحاريب، يعني تعبدوا الله من غير علم، قال: والله ما عبد أحد ربه من غير علم إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح.